أكبر الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. سقوط قذيفة فوق رأسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لن نتراجع. نحن أحفاد خالد لن نتراجع. حمص المحاصرة تدك بالصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثاني أيام رمضان. القصف لا يهدأ لأحياء حمص المحاصرة. هذه مدينة حمص. الشبيحة الأسيدية ساوتها كالأشباح. دمرت مدينة حمص. 11/7/2013. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاجوا جامع الصحابي خالد وليد بعد أن قاموا بقصف الضريح. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لن نتراجع. حمص ستصمد بإذن الله، وسننتصر على بشار الأسد وأعوانه من الإيرانيين والروس.